يكون بريفي كونسيف باش عليه عدم الإطالة باعتبار إلي كل حريق موجود إلي تدعم بعديك إجراءات عدلية سواء كان في الجانب العدلي بالتنسيق مع النيابة العمومية أو في الجانب الاستباقي باش تكون مداخلة فيها زوز محاور. ثم محور أولاني باش نحكي فيه أنا كناطق رسمي في خصوص الحرائق اللي صارت من 1 ماي حتى إلى غاية 8 ماي 2022 ثم باش نخلي بقية المداخلة عرض باش يقدموا العميد وليد الشيرني الممثل لدار العام العمومي الحرس الوطني في خصوص مختلف الحرائق والقضايا اللي تمت مباشرتها من طرف الحرس الوطني في سنة 2020-21 وكذلك الثلاثية الأولى من سنة 2022. بالنسبة للمجهود اللي قامت به الإدارة العامة للأمن العمومي الحرس الوطني وكذلك إدارة الاستعلامات والأبحاث في خصوص الكشف ومباشرة القضايا العدلية خاصة في الفترة من 1 حتى 8 ماي 2022 ثم 32 قضية تمت مباشرتها اليوم 32 حريق وثم بالنسبة للمواطنين إلى حد هذه اللحظة 6 مواطنين وتمت إحالتهم على العدالة وهم الآن من أنظار النيابة العمومية ثم أعمال استباقية قاعدة تقوم بها خاصة ال بالنسبة للقضايا العدلية اللي تمت مباشرتها من طرف الإدارة العامة الحرس الوطني من 1 حتى 8 ماي 2022 32 قضية عدلية والمواطنين هما 6 مواطنين تمت إحالتهم على أنظار النيابة العمومية. بالنسبة للأعمال اللي قاعدة حاليا توا التحدي بتاعنا اللي هو حماية موسم الحصاد بالتنسيق مع الحماية المدنية ثم 3 حاجات ثم الجانب التنظيمي ثم الجانب اللوجستي وثم الاحتياطات الأمنية. بالنسبة للجانب التنظيمي اللي هي اللجان الوطنية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة اللي قاعدة تنعقد وثم التعليمات وتعطيات للسادة الولاد ثم المسؤولين الجهويين والقيادات الميدانية الجهوية اللي قاعدة تحضر في الاجتماعات هذية وقاعدة تقوم بعملية التنسيق مع شكون؟ مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وكذلك مع وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية. فيش؟ ثم خاصة الإدارات الجهوية والمحلية للاتحادات الجهوية والمحلية خاصة الفلاحة اللي هي ثم حاجات اللي باش يقوموا خاصة في الموسم الحصاد والتنظيم بتاعه بعمليات الحرث خاصة للمزارع المتاخمة للغابات ثم المتاخمة للسكاك الحديدية وقراب للسكاك الحديدية ثم كذلك ويعرف الحماية المدنية مواضيع هذه ديما تصير بالتنسيق خاصة اللي يتعدى عليها ليزول تونسيون وكذلك توفير صهاريج توا جديد توفير صهاريج كبيرة برشا من المياه وباش يكونوا ثم عمل حاضرين خاصة في صورة ما لا قدر الله ثم حريق إضافة إلى عمليات الصيانة اللي قاعدة تصير لآلات الحصاد إضافة إلى المقرات الخاصة بالتخزين وزارة الفلاحة واللي فيها تنسيق كبير برشا من طرف وحداتنا نحن الأمنية سواء في خاصة في الحرس الوطني والأمن الوطني اللي قاعدين ينسقوا أماكن التخزين وحتى كذلك سيفاك الزادة تعيير الصابة اللي هي تكون في بعض الحالات من مطامع بعض المنحرفين اللي قاعدة تكون بعملية التخريب اللي هو نحن تو نشوفهم بعديك اللي ثم عباد معناها ثم حروق متعمدة إضافة في الإحصائيات دان عدنا حروق كانت على وجه الخطأ هذه كلها معناها مختلف المخرجات اللي خاصة للفترة اللي تعدت إضافة إلى تأمين الفترة معناها الجاية إن شاء الله ونحيل الكلمة سيفاكر الجزء عرض صغير معناها سيحزي من لحظة بردي.